بهذا الفيديو جبت لكم أحسن طريقة للحصول على الآلاف من التوكن من هذا الحدث الجديد. إذا بدك تعرف طريقة الحصول على التوكن كل عليك تشاهد الفيديو، وهلق ما نطول عليكم بترككم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم بهذا الفيديو معانا الطريقة الصحيحة للحصول على الآلاف من التوكن من الحدث الجديد. بإمكانك تستبدل منه هاي السكنات المجاني. بس لكن قبل بداية الفيديو بتمنى أنك تحط لنا لايك لهذا الفيديو وتشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك بالقناة. بس هلق ما بدنا نطول عليكم، خلينا نبدأ بالفيديو. خلينا نشوف الاحداث بعد التحديث. صراحة ما صار لشيء محدثة، وهلق نشرت لكم فيديو مثل ما انكم شايفين، خلينا نشوفها مع بعض. هون مثل ما انكم شايفين بامكانك تحصل على هذا 4 ساعات روم، وهذا الصندوق هون معانا كرت، وكمان مثل ما انكم شايفين في معانا هاي القنبلة بامكانك تحصل منها على المهمات. وايضا غيروا شكل الشجر مثل ما انكم شايفين على شكل سيارة. وايضا هون معانا مثل ما بيقولوا عهد الاصدقاء، او مثل ما انكم شايفين هون غيروا، صار معانا 5000 جوهرة من اصل، هون كمان غيروا من اصل بالمية، مثلا كانت 99% و1%، هون صارت معانا 94%. اكيد ضافوا لنا معاها شغلات، وهون كمان معانا متجر تخفيضات، او مو متجر تخفيضات، نسبة تخفيض للسكنات والاسلحة مثل ما انكم شايفين. هون اعطوني 60%، بصراحة حظ كتير بيض. هون الفاير باس معانا ب240 جوهرة، وبامكانك تصرف اي شيء قليل بيتغير معاك الحظ. وكمان معانا هاي الجولد رويال، غيرون معانا بعد التحديث كمان بامكانك تحصل عليه من الجولد. خلينا نحصل عليه وبعدين نشوف الطريقة. مثل ما انكم شايفين ايضا جابونا في الجولد كمان القناع وايضا النينجا، خلينا نحصل عليهم كلياتهم بسرعة. مثل ما انكم شايفين قدرت احصل عليه، كلفني حوالي 6-7000 جوهرة، عفوا مصاري مو جوهرة. كمان هوني معانا هذا الشرط النادر شنت البناتي، مثل ما انكم شايفين هيك قدرت احصل. بصراحة بالجولد بتحصل على كتير شغلات، اما بالجواهر كله حظ سيء. ولا خلينا نبلش بطريقة الحصول على التوكن الاسطوري. مثل ما انكم شايفين خلينا ندخل على الحدث. مثل ما انكم شايفين اسم الحدث سوق الصناديق، هاي سكنات بامكانك تحصل عليها من هذا الحدث. خلينا نشوف مثل ما انكم شايفين 7 توكن 6 توكن، وايضا كمان معك سكن تاني، هذا هو السكن تاني كان معانا بالجولد قديما، وايضا هذا سكن بويا البناتي، وهاي سكن مثل ما انكم شايفين الكنزي حقه 10 6 حق البنطلون. هلا كيف راح تحصل على التوكن بكل سهولة؟ مثل ما انكم شايفين خلينا نضغط على التوكن اللي فوق. مثل ما انكم شايفين احصل على عملات الاصدقاء، مثل ما انكم شايفين قروها انت لحالكم. المهم ترجمتها وبكل اختصار انك لازم تلعب مع مبتدئ، يعني مع واحد مبتدئ. على سبيل المثال العب مع اي شخص من الاصدقاء بحساب جديد وبيحصل صديقك على التوكن، او خلي صديقك يعمل حساب جديد وبتلعب فيه انت وياه وبيعطيك لك التوكن، يعني طريقة متبادلة خليها لك ولشريكك. يعني كل عليك انك تلعب مع صديق يكون مبتدئ، او بالعكس يكون صديقك مبتدئ، يعني الاثنين راح يعطوك توكن. فهمتوا كيف؟ ان شاء الله يكون وصلتكم الفكرة. وبالنسبة لنقاط التشغيل ايضا ظهرت معانا حوالي 25 نقطة اليوم. راح انشر لكم مقطع طريقة الحصول على 25 نقطة، ومو بس هيك كمان كيف تكررها في جميع الحسابات، يعني على سبيل المثال عندك حسابات كتير كيف تحصل منها على النقاط من دون ما تحذف التطبيقات. مثل ما بتعرفوا طلبوا منا اخر فترة انك تبقى تثبيت التطبيق حوالي 24 ساعة. ان شاء الله رح نلاقي لكم الحل في الفيديو الجاي. كان معكم علوش، والى اللقاء.